الكتاب المقروء متعة أن تكون في الثلاثين. عندما تبلغ الثلاثين لن تكون قادراً على المكابرة أكثر. يغدو من المستحيل أن تعمل في وظيفة تكرهها، أو تواعد شخصاً لا تحبه، أو تعامل جسدك بازدراء. بعد الثلاثين تصير مشاعرك أقوى وتصبح على تواصل أقوى مع جسدك وقلبك وروحك. بعض هذه التغيرات قاسية، إذ يبدأ جسدك برفض الأشياء التي لا تتواءم معه كالقهوة والسهر طوال الليل. أما قلبك فيصبح أقل اكتراثاً للعلاقات العابرة وأكثر حماسة لتوطيد العلاقة مع شخص تحبه فعلاً. كذلك تصير روحك أكثر تناغماً مع رغباتك. في ثلاثينياتك تتوقف عن تضليل الآخرين وتتوقف أخيراً عن تضليل نفسك. في ثلاثينياتك تبدأ بمعرفة من أنت وماذا تريد. في ثلاثينياتك تكون واثقاً بقوتك، ولكن الأهم أن تعترف بنقاط ضعفك. في ثلاثينياتك تتوقف عن اختلاق الأعذار وتبدأ بقول الحقيقة. عندما بلغت الثلاثين قاومت في البداية الكثير من هذه التغيرات. شعرت كأن بي خطباً ما، لأني لا أريد الخروج من المنزل ليلة الجمعة. ولكن بعد ثلاث سنوات من ذلك أحب كوني في الثلاثينيات، فأنا أفعل ما يحلو لي ليلة الجمعة، فقد أقرأ كتاباً أو أشاهد التلفاز. في العشرينيات تريد أن تصادق الجميع. كل ما تريده هو أن تقابل الناس، وتريد كذلك أن يجتمع كل أصدقائك الجدد معاً، فترتب تلك اللقاءات الكبيرة من مثل يوم السبت القادم سنذهب جميعنا إلى، حيث تختار 15 أو 20 صديقاً عشوائياً لتدعوهم إلى مقهى أو إلى مأدبة أو إلى حفلة. في الثلاثينيات تصير تلك اللقاءات الجماعية لا تطاق. في الثلاثينيات تعرف من هم أصدقاؤك الحقيقيون، والشكر لله بعد سنين من الأحاديث المخادعة مثل دعونا نلتقي ستخطط للقاءات ثنائية عوضاً عن تلك الجماعية. في ثلاثينياتك تغدو اللقاءات الثنائية طقساً مقدساً. يمكنني دوماً تمييز أصدقائي الذين بعمر 27 عن أصدقائي في 33، لأنك عندما تضع الخطط مع ابن 27 عاماً سيجلب معه من تلقاء نفسه أحد أصدقائه لينضم إليكما على طاولة العشاء دون أن يسألك حتى إن كان هذا مناسباً لك أم لا. أما صديقك الذي يبلغ 33 عاما فلن يفسد اللقاء الثنائي أبدا. كم من المبهج أن تعامل جسدك وقلبك بمزيد من التعاطف، أن تصبح أقرب ممن أنت عليه وما تريده، أن تبقى في المنزل ليلة الجمعة وأن تمضي الوقت مع الأشخاص الذين تريد فعلا إمضاء الوقت معهم. من علامات النضج أن تساعد نفسك، لا أن تطلب ذلك من الآخرين فقط.